بونجور واضح، انا ليا نيور فاتليان، عمري 35 سنه. اخر 3 سنين كنت عم غني، وهلا I'm the first female sanitary worker بلبنان. في زبالة on the side of the roads. شفت إنه في كثير زبالة، فقررت شوي شوي نظف. بعدين رحت على الشركة تعرف ليه نحن بهالكرايسس، وعرفت إنه في كثير فورنرز فلوا من وراء مشكلة الدولار، فقلت لهم إذا بدكم موظفين أنا بشتغل. شوي they were surprised، بس بعدين قلت لهم I'm very serious. فأنا كتير مبسوطة، وكتير مبسوطة من العالم اللي عم بتعرف عليهم وعم بيبتسموا وعم بيقولوا إنه عم بيشوفوا شوية هوب. ينظفوا ولا مرة شفنا الشارع غير النظافة. ما أحلاكي ما أحلاكي العافية. ماشي. إن شاء الله الكل بيتمثل فيك يا رب. إن شاء الله. أكبر تحدي كانت هالعلبة. لأنه أول نهار عبيت فيها وقالوا لي ما تعبيها كلها تما تكون تقيلة. عبيت شوي بس لأنه هي أتقل وأطول مني، فأنا عم كبها بالعلبة الكبيرة وقعت لجوا. كان أول نهار كان غريب شوي، ما كنت عارفة إنه العالم شو رح يحسوا. ما كان في تنمر، بس كان في مسيو كنت دايما بشوفه عم يمشي. الطريقه اللي اجى لعندي وحكاني انه هون نطفي هون، استغربت شوي بس ما كان على بالي اسكت. قلت له باي ذا واي انه انا كنت بمشي هون وبتسلم علي، هلا يمكن ما عم تتعرف علي لانه لابسه كوستيوم، بس انه انا بعرفك. انا بحس لازم يغيروا طريقه التفكير. أنا مش حاطة دراسة إنه بدي أغير كل العالم، في عالم موجودة ما بتفكر، حتى إذا قلتي لهم إنه ما تكبوا على الأرض رح يضلون عم بكبوا.